باسمي وباسم السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي والسادة نواب المجلس الشعبي الولائي لولاية جلفاء، حضور هذا اليوم ضمن البطولة الوطنية لرياضة المعاقين على الكراسي المتحركة، البطولة الوطنية التي تحتضنها جلفاء القسم الوطني الثاني وسط الشرق، اللي وجدنا 6 ولايات مشاركة في هذه البطولة. بوراوا عمر لاعب في فريق بارا باسكتبول ولاية تيزي وزو، وأجواء الدورة كانت أجواء في تنظيم جيد. نشكر كاع رابطة الجلفة على حسن الاستقبال والتنظيم. سيبلين حنايا بونس على رانا اون ايكيب نوفالمون يطابلي ان شاء الله. على كل حال رانا اكتشاف الرياضة لي جوار ذاكي نشكروك الله اللي قال الجلفة ديني ثان ميرث فودي كارز ان شاء الله. مدرب رياحي توفيق، فريق إرادة، جينا لهنا الجلفة بور اوبجيكتيف، ربحنا لي 3 ماتش، تنظيم ما شاء الله، مام التحكيم كلش ما شاء الله. نائب رئيس النادي التحدي من الجلفة، احنا شرفنا الجلفة بالقسم الثاني، لعبنا البجاية وعطيناها سكور مليح بسكور 32-0، وحنا درنا 32 سنة ما لعبناش، احنا لعبنا تيزي وزو وعطيناها 16-4، مهم نتيجة مليحة، وحنا ماذا بينا السلطات تاع الجلفة يعاونوهم ماذا بهم، صحاب الكراسي المتحركة راهم خاصينهم شوية كراسة وخاصينهم التنقل وباه يروحوا الولايات منا ومنا ما عندهمش باه يصرفوا. راه من جيوبهم الخاصة. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم السيد قضابي عبد العزيز رئيس الرابطة الولائية لرياضة المعاقين بالجلفة. نحن اليوم في دورة وسط شرق القسم الثاني لكرة السلة على الكراسي المتحركة. نحن موجودين في قاعة أول نوفمبر 54 في الجلفة، وهذه أول دورة نقوم بها هنا، والولايات المشاركة هي كالآتي: عندنا بجاية، بزكراء، بوسعادة، الإرادة الجزائر، تيزي وزو، ولا ننسى فريق التحدي للجلفة. موجود معايا أصغر عنصر في فريق كرة السلة على الكراسي المتحركة وهو قبيلي عيسى. أسف جدا على عدم حضور المنتخبين في هذه الدورة التي تمثل ولاية الجلفة، واحنا رانا إن شاء الله في صدد به نكونوا في الصعود في القسم الوطني الأول.